جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الجمهورية العربية السورية وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك تقول عائشة العيسى. أختنا تسأل وتقول: إنني أصوم رمضان وأتبعه ستا من شوال، لكني أفطر في رمضان أياما معدودة ولا أوفي ذلك إلا بعد شهر شوال، هل يجوز ذلك؟ نعم. تقول: إني أصوم رمضان وأتبعه ستا من شوال، لكني أفطر في رمضان أياما معدودة ولا أوفيه إلا بعد شهر شوال، هل يجوز ذلك؟ الأفضل والأكمل والأحوط لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به قبل صيام الست من شوال، ليتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا صام القضاء وأكمل رمضان فإنه وصام بعده ستا من شوال فإنه ينطبق عليه هذا الحديث ويرجى له هذا الثواب وهذا الأجر. أما من كان عليه قضاء وصام الست قبل القضاء فإنه لا ينطبق عليه مدلول الحديث فيما يظهر، والله أعلم.